تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم، فشمل برعايته الكريمة الحفل الختامي لموسم ناصر بن حمد للموروث البحري في نسخته الأولى، وذلك بمتحف البحرين الوطني. وكان قد انطلق في الأول من شهر سبتمبر الماضي بتنظيم من لجنة رياضيات الموروث الشعبي. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، وأعضاء اللجنة المنظمة للموروث البحري. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ختام موسم ناصر بن حمد للموروث البحري بمباركة جليلة من عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن ثم تنظيم متقن من قبل اللجنة البحرينية لرياضة الموروث البحري، والتي تشرف على أنشطة رياضات ومسابقات الموروث الشعبي بالمملكة تحت إشراف اللجنة الأولمبية البحرينية. Your Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, Your Highnesses and Your Excellencies, Welcome to the closing ceremony of Nasser bin Hamad's season of Marine Heritage Sports, blessed by His Majesty the King and organized by the Marine Heritage Sports Committee. نستأذنكم الآن يا حضرة صاحب الجلالة لانطلاق سباق كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للعموم ولمسافة 2 كيلومتر والمكون من 8 فرق. May I request your permission to launch His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Cup. The race will be 2 kilometers and includes 8 teams. Your Majesty, may I request your permission please. Thank you. وهذا الحدث المشهود يا ترى في عام الذهب من سيحرز اللقب؟ أبرز مصافي هذا اللقب متابعينا الكرام وأبرز صور هذا اللقب متابعينا الكرام مصافحة سيدي صاحب الجلالة سيدي عاهل البلاد المفدى هذا الشاحوف هذا القارب رقم 7 متابعينا الكرام لقلالي اسم النوخذة محمد راشد إبراهيم الهرمس واسم السكوني عبد الرحمن محمد عبد الله المقهوي. يلا يا شباب يلا يا رجال هنا الأبطال أبطال مملكة البحرين يجدفون في هذا الموروث إحياء لهذه الهوية الوطنية ويعكسون أصالة الهوية البحرينية الوطنية الموروث البحري متابعينا الكرام يعد جزءا مهما من تراث مملكة البحرين هنا من دانة الخليج من أرض العراقة وأرض الأصالة وأرض الجزالة وأرض رياضة الموروث البحري هنا مهنة الآباء والأجداد يجدفون على كأس الكؤوس على كأس
سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمسافة كيلومترين رقم 3، القارب يعود إلى اليسرى، اسم النوخذة سلمان داوود سلمان بطي. يا رجال ما باق إلا القليل، الكيلومترات الأخيرة، الكيلومترات المثيرة، هنا أمام سيدي حضرة صاحب الجلالة، أمام أصحاب المعالي والسعادة، هنا أمام الجماهير، أمام الحضور، أمام المتابعين، يا مشاهدين، هنا أبطال مملكة البحرين، هنا رجال مملكة البحرين يجدفون، هنا من سيحرز البطولة، هنا من سيصادف، هنا من سيصافح سيدي حضرة صاحب الجلالة. لعل الكلمات سيدي صاحب الجلالة تتسارع وربما تتبارع، والأكيد أنها تتقارع، المنافسة مشتعلة من البداية على كأس سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة، رقم القارب 3، كما يتضح المتابعين والمشاهدين الكرام إلى فريق عراد بقيادة النوخذة. سلام يا خالد أنور عبد الرحيم الحمادي، سلام. هنا سبعة متابعين الكرام، السبعة إلى مين؟ سبعة إلى قلالي في العلالي، المنافسة مشتد. يلا يا أبطال، يلا يا السكوني عبد الرحمن محمد عبد الله المقهوي، نوجه لك تحية. يلا يا سبعة تعود ملكيته إلى قلالي في العلالي. متابعين الكرام، قلالي يحقق، ربما يحقق، لكن هنا المنافسات، أرد أعيد وزيد، المنافسة مشتعلة، المنافسة والصدارة يا ترى حق مين؟ رقم 7 حاليا في الصدارة إلى قلالي على كأس سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. الأمتار الأخيرة، الأمتار المثيرة، شوط الختام، يا سلامي على الأبطال، يا سلامي على الرجال، هنا يجدفون، لا يأبهون بالموج، لا يأبهون بالبحر وصعوباته، هنا يجدفون طمعا في نيل النقب، طبعا في نيل اللقب. هنا المنصات لربما ترحب بفريق قلالي، والأكيد أن سيدي صاحب الجلالة ينتظر الفريق الأول المشارك والمنافس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مسابقة التجديف الشعبي في موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث. أذكر المتابعين الكرام، هناك شوطين، شوط العموم وشوط النخبة، وما أدراكم ما شوط النخبة؟ الشوط المرتقب، يتنافسون 12 قارب. متابعين الكرام، هنا الأمتار الأخيرة متابعين الكرام، رقم 7 قلالي في العلالي، يا مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا يا سيدي، رقم 7، المنافسة لربما لمين؟ لجنة التحكيم عندها القرار، ما بين سبعة والقارب الآخر. تهانينا للفائز، ألف مبروك للفائز. والآن أيضا نستأذنكم يا حضرة صاحب الجلالة لانطلاق سباق كأس سمو الشيخ ناصر الحمد لله، مسافة 3 كيلومتر والمكون من 12 فريقا. And now may I request your permission, Your Majesty, to launch His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa Cup. The race is 3 kilometers long and includes 12 teams. البحرين تسير إلى العلياء،
أهلا وسهلا بمن صير البحرين ذكرا في جميع الأرجاء، أهلا وسهلا بمن جعل راية البحرين ترفرف في كبد السماء. والله وبالله وتالله لا تتقزم حروف اللغة العربية أمام جلالة مكانته. هنا الحالة في الأمتار الأخيرة، شوط الختام، الأمتار الأخيرة، الأمتار المثيرة، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، شوط النخبة. من هو صاحب المركز الأول؟ من هو صاحب المنصة؟ منصة الأبطال بانتظار الأول فقط في عام الذهب. اليوم متابعين الكرام في بيت معروف للشاعر المتنبي، تجري الرياح بما لا تشتهي السنة، ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن الحالة يقول أنا الرياح وأنا البحر والسفن. يا رجال هذه الهمة في يوم الختام، هذه الهمة يا رجال. يا سلامي عليكم، سلامي على الأبطال، سلامي عليكم. يا مرحبا بهؤلاء الرجال الأبطال. يقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن أحد الشعراء يقول تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الأنس والجن، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها. تجري الرياح كما رادت لها السفن، تجري الرياح كما يريد لها فريق الحالة. فريق الحالة يقول نحن الرياح ونحن البحر والسفن، الأرض أرضية والزمان زمانية. فريق الحالة يعكس هذه المقولة ويقول البحر بحرية والسواعد سواعدي. أهلا وسهلا برقم 18، أهلا وسهلا بالبطل 18. المنصة بانتظارك، التتويج في عام اللقب، في عام الذهب. من سيحمل هذا اللقب؟ أهلا وسهلا بسيدي حضرة صاحب الجلالة، أهلا وسهلا بسيدي حضرة صاحب الجلالة. حضورك تشريف سيدي. أهلا وسهلا بمن قال أن التراث هو المصدر الحقيقي لتحديد هويتنا، هو من يسهم في حمايتنا ويحافظ على مكوناتنا الاجتماعية. رقم 18 متابعين الكرام يقترب من منصة التتويج. الحالة هذا الفريق يقهر اضطراب البحر، هذا الفريق يقهر الصعاب بهمة الشباب. اليوم الهمم تنادي القمم، الهمم تنادي القمم. تجدفوا يا عيال، جدفوا يا رجال، جدفوا يا ابطال. رقم 18 الحالة يا هالة، هو يا مال. سلام على الحالة، ينطلق بقوة الحالة، يؤكد بأن الصدارة له فقط هو يستحق الجدارة. لأن المركز الأول من يقول ها أنا هنا بهمة الرجال وعزيمتنا. اليوم على كأس الكؤوس يوم ترفع به الرؤوس، اليوم أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي. اليوم نسألك يا بحر عن المركز الأول، اليوم نسألك يا بحر عن عزيمة الرجال، اليوم نسألك يا بحر ونسأل هذا الصرح العظيم، صرح متحف البحرين الوطني، عن هؤلاء الرجال، هؤلاء الذين تنافسوا على كلمة حب الوطن، هؤلاء الذين تنافسوا على موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث الشعبي. ها هنا يؤكدون، لكن التأكيد بلا شك ولا هناك جديد، التأكيد كما نشاهد متابعين الكرام بأن الحالة يعزف بانفراد. هنيئا، تحياتنا ونبارك لأبناء الحالة. الحالة يقول ليس هناك استحالة، المركز الأول لي، الأرض أرضية والزمان زمانية، والبحر بحري والسواعد سواعدي. ألف مبروك للحالة، 5 ألقاب في موسم كأس سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الموروث الشعبي. مبروك يا رجال، مبروك، ألف مبروك. رقم 12 المركز الثاني، وتحية لك رقم 12 المركز الثاني. تحياتي لفريق يو بقيادة النوخذة حمد بن خالد بن ذياب الربيع.
صاحب الجلالة النتائج للسباق الثاني وهو سباق النخبة على النحو التالي، ونبدأ من الثالث إلى الأول في عنصر تشويقي. صاحب المركز الثالث فريق الزلاق، وصاحب المركز الثاني جو، أما صاحب المركز الأول باقتدار هو فريق الحالة. يا حضرة صاحب الجلالة على مسافة أمتار وتدخل المسيرة بالقوارب إن شاء الله. ثم تفضل صاحب الجلالة رعاه الله بتكريم فريق الحالة الفائز بالمركز الأول بسباق النخبة، حيث حقق كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمسافة 3 كيلومتر، وحقق المركز الثاني فريق جو، وحقق المركز الثالث فريق الزلاق. ثم تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى بتكريم الفائزين في مسابقة العموم، حيث فاز بكأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمسافة 2 كيلومتر، وحقق في المركز الأول فريق جلالي، وفي المركز الثاني فريق عراد، وحقق المركز الثالث فريق بني جمرة.
بعد ذلك تشرف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى. بعد ذلك قام جلالة الملك المفدى بجولة للإطلاع على أعمال الحرفيين، حيث اطلع جلالته على عدد من الصناعات المرتبطة بالبحر وصيد اللؤلؤ. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على نجاح موسم ناصر بن حمد للموروث البحري في نسخته الأولى، وما شهدته المنافسات والسباقات البحرية من مشاركة واسعة وإقبال كبير من قبل الشباب البحريني ومحبي ومتابعي هذا التراث العريق، مما يعكس حرصهم وتمسكهم بعاداتهم الأصيلة وسعيهم للمحافظة على المهن والحرف التقليدية التي تميز بها أهل البحرين الكرام. وأعرب جلالته عن تقديره للجهود التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات والمنافسات التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الانتماء والوطنية وترسخ الهوية البحرينية الأصيلة من خلال تشجيع الشباب على إحياء تراث الآباء والأجداد وتعريف الأجيال الجديدة بعطائهم ومساهماتهم في بناء نهضة الوطن من خلال المهن والحرف التي مارسوها، وبخاصة مهنة الغوص وصيد اللؤلؤ التي اشتهرت بها البحرين منذ قديم الزمان. كما هنأ جلالته جميع الفائزين والمتسابقين في مختلف المسابقات والمنافسات، وأعرب عن تقديره لجهود منظميها والقائمين عليها، متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم. وأكد جلالة الملك المفدى دعمه وتشجيعه الدائم لكل المساعي الخيرة والمبادرات الهادفة للمحافظة على التراث الوطني، ومن بينها إحياء الرياضات البحرية التراثية والتعريف بها وتشجيع جيل الشباب على ممارستها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الهوية البحرينية الأصيلة. بعد ذلك ودع جلالة الملك المفدى بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. هذا وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالموروث البحري، ودعم جلالته للرياضات التراثية وتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بهذا الجانب التراثي المهم الذي يشكل علامة مميزة في التراث الوطني، معربا سموه عن خالص الشكر والتقدير إلى العاهل المفدى حفظه الله على رعاية وحضور جلالته لمنافسات مسابقة شاحوف في اليوم الختامي لموسم سموه للموروث البحري. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نعرب عن بالغ فخرنا واعتزازنا برعاية وحضور سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمنافسات موسمنا للموروث البحري، والذي نعتبره هو النجاح الحقيقي لهذا الموسم في نسخته الأولى، والذي وجهنا لإقامته ترجمة لتوجيهات جلالته حفظه الله لتعزيز ثقافة الموروث بالمجتمع من خلال دعم الرياضات التراثية لا سيما البحرية، والذي يساهم في تشجيع ودفع الشباب البحريني على ممارسة هذه الرياضة، والذي يصب في مصلحة الحفاظ على هذا الإرث التراثي المستمد من التاريخ البحريني العريق. وتابع سموه: إننا نسير وفق النهج المستمد من رؤية سيد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة رسم المزيد من الخطوات والبرامج الهادفة لدعم استمرارية الرياضات التراثية التي تعتبر محطة مهمة في التراث البحريني ومكون أساسي من مكونات الموروث الشعبي الذي يساهم في ترسيخ معاني الانتماء والوطنية واستلهام مضامينه المعبرة عن تاريخنا الأصيل. وقد أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمستويات التي قدمتها الفرق المشاركة في مسابقة الشاحوف، مهنئا سموه الفريق الفائز بالمركز الأول في شوط العموم والفريق الفائز بالمركز الأول بشوط النخبة، متمنيا سموه حظا أوفر لبقية الفرق في المشاركات القادمة، مشيدا سموه في الوقت ذاته بجهود اللجنة المنظمة العليا بالإعداد والتحضير المثاليين لإقامة المسابقة على الشكل الذي ساهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث.